يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. جينا وحيينا أصحابنا بحروف، أهلا هلا فيكم ويقول أهل ملهو. جينا وحيينا أصحابنا بحروف، أهلا هلا فيكم ويقول أهل ملهو. دنيا المحبة تزيد فيكم وتبقى سنين، وطيورنا تغرد في أعذاب التلحين. دنيا المحبة تزيد فيكم وتبقى سنين، وطيورنا تغرد في عذاب التلحين. والورد حياكم بالفل والنسرين، وقلوبنا معكم تحيي الوفا وتزين. والورد حياكم بالفل والنسرين، وقلوبنا معكم تحيي الوفا وتزين. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أعزائي الحضور. والآن وبكل الحب نبدأ بنبذة عن مسيرة السيد العم عتوب بن مهدي، أحد رجال الدولة من منسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام النيابة العامة، متقاعد من مواليد مكة المكرمة، وأحد أعيانها المعروفين بالسعي للخير بين الناس. يمتلك صوت جميل ومميز، وهو من المؤدين للفن الحجازي وغيره من الفنون. كاتب وشاعر وملحن وجسيس معروف في الوسط الحجازي، مداح للنبي صلى الله عليه وسلم، لقب بالعديد من الألقاب منها قاصد كريم، بلبل الحجاز، صوت الحجاز وغيرها من الألقاب. وقد حصل على لقب سفير للسلام من المركز المصري للسلام العالمي، والمعتمد من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو. والآن المايك مع الوالد والقدوة العم عتوق. تفضل، مشكور ماجور يا عم عتوق. قبل لا يأخذ عم عتوق المايك، يعني في يعني هو عضو شرفي في مركز حي المسفلة، هو ابن من أبناء المسفلة، لأن يفتخر بهم، هم من مكة لا شك، ولكن أكثر تحية هو ابن من أبناء المسفلة البارين، إلا نفتخر بأمثالهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على من أرى سيناره رجل يبادر، ولما نقول مبادر حط تحت 50 خط في الأعمال التطوعية المجتمعية، رجل هام وقام مع ذلك، لا يتردد في المشاركة في أبسط اللقاءات اللي يعني قد لا تليق بمقامه، ولكن حبا في مكة وأهل مكة وفعل الخير والمشاركة المجتمعية، رجل لا يتردد بل يبادر والله العظيم. وأنا أعني هالكلمة، الله يكتب أجرك يا سيد ويرفع قدرك، وما شاء الله يحفظك بصوتك وإمكانياتك ويكتب الأجر. تفضل، المايك معك يا سيد. شكرا يا دكتور، شكرا على المقدمة الظريفة منك، ومن كقامة زيك رئيس مركز حي المسفلة أشكرك على الإطراء الجميل من رجل جميل مثلك. وشكرا للأستاذ إبراهيم جزاه الله خير على المقدمة الجميلة. أولا أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والله ما أقدمه أحتسبه عند الله، وهذا شيء قليل من عطاء كثير من به الله سبحانه وتعالى علينا بالأمن والأمان بفضل
حكومة خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لك الأجر ويثبت لنا الأجر ويكرمنا بشرف خدمة بيت الله الحرام وأرض الأرض الطاهرة هذه والمملكة العربية السعودية عموما، لأنه هذا شرف لنا جميعا. تفضل عم معتوب. طيب هات نروح إبراهيم. تفضل تفضل يا ابو طلع. لا لا روح روح روح. طيب يا عم معتوب الله يسعدك. تفضل. نتمنى انك تعرفنا عن نفسك في دقائق، كثير متشوقين انه يسمعوا عن عم معتوب. اقولها بمجلس كده صغير يا ريت، قصيدة المرحوم الاستاذ ابراهيم خفاجي. نعم. اقول انا ابن مكة خير الارض قاطبة ومولد المصطفى بالشعب يجمعني وأهلها خصهم بالفضل معرفة رب العباد وأمنهم من الفتن الخادمون ضيوف الله في رحب أمثالكم البذل ديدانهم في السر والعلن هم أهل مكة أهل الله أكرمهم بجيرة البيت بجيرة البيت مأوى العز في السكن. الله الله الله. في صميم الدين ذوبها تقوى الإله فعاشوا نسبة المهن لعد التعصب يا من شاء تفرقة لعد التعصب يا من شاء تفرقة إن انتسابي لها فخر يشرفني. يا رب متعنا بحبها أبدا يا رب متعنا بفضلها أبدا إن انتسابي لها لمكة فخر يشرفني. يا ثم الصلاة على النبي وآله وصحبه الأخيار صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هذا أنا عرفتك على نفسي بسيرة ذاتية مكاوية. ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا وانت وهو وكله حتى سعاده العميد الدكتور محمد برضو ابن مكه كلكم سيره ذاتيه لكم. الله يكرمك. واحد يستمعنا من مكه ان شاء الله اول على حفيدي. الله يحفظه ان شاء الله يا رب. ما شاء الله وسارق اسمي كمان. ما شاء الله. الله يحفظه. الله يحفظه. الله يحفظه. اختار انه يشارك معانا يكون في الصوره يعني ان شاء الله. ما شاء الله. لا قوه الا بالله. اقول إيش مهما قيل في المصطفى صلى الله عليه وسلم فما اللهم صل إلا قليل من نعم. كثير مدح رب العزة والجلال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من بعد حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يخلق الرحمن مثل محمد اللهم صل وسلم بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق. طيب الله ما ماذا أقول بوصفه ومديحه اللهم صل وسلم
ماذا أقول بوصفي ومديحي وسناه دوما وسناه دوما وسناه دوما باهر الشراء وهو الذي للعالمين أرسل رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق. اللهم الصلاة على النبي وآله اللهم صل وصحبه الأخيار، صلوا عليه. اللهم صل وسلم بارك وسلم. ما لاح فجر أو صاح طير وما أقيمت ذكرى الهادي. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد خلقك وزينة عرشك ومدادك عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. صلاة تكفينا بها الشر وأهل الشر، تكفينا وتكفيكم السوء أهل بما شاء وكيف شاء. اللهم 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 ندرأك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. وسلم عليه. تفضل يا سيدي. الله يجزاك ابو عبد الله، اذا عندك شيء تداخل عندك في مداخلات، عندك شيء عن كورونا يا ابو هاشم؟ ايوه هات. كده كلمات سويتها ولدي برهان كونه فنان كده قام ركبها على لحن موجود زمان لوديع الصافي. هات واحد روح لك مشوار. انا ايش قلت؟ لا تقول لي مشوار غير واقعد في البيت، ولا تقول لي محرج ومحتار من البشكة ومن السمار، لا تقول لي محرج ومحتار من البشكة ومن السمار، اسمع نصحي وكن وقر واقعد في البيت. لا تقول لي وحشني المركز ولا ضارب في دماغي فاز، يزغر الطفش بس بالقرآن وبالصلاة والاستغفار، وصل على النبي المختار واكثر من أذكار، اسمع نصحي وكن قر واقعد في البيت. وإن قالت لك ست البيت يا زوجي طفشت ومليت من جلوسي جوا البيت، من زمان لا رحت ولا جيت، من جلوسي جوا البيت، من زمان لا رحت ولا جيت. قل لا قل يا بنت لبكرة تقول يا لي، اسمعي نصحي كن وقر أحسن في البيت. لما الحكومة قالت لا تدور خايفة من الداء، لما الحكومة قالت لا تدور خايفة من الداء، لينتشر بين كل الناس، لينتشر بين كل الناس، وربي راح يرفع ذا الباس. لا باس علينا لا باس، اسمع نصحي وكن، اسمع نصحي وكن قر واقعد في البيت. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. ابداع ابداع يا عم معتوب ما شاء الله عليك. قليل كذا بس اجتهاد والله عشان اوصل رساله، انا شغلي كله رسائل. الله يسعدك ما شاء الله عليك. على المسفلات مسفلات، وانت يا عم معتوب ايش اقول عن المسفله؟ المسفله يعني تعتبر كان لي طفوله و ايش تتذكر بركة ماجد والشنب والعجوزة و غازي والهيطان يا اخي المسفرة كيان خلاص، يعني جزء والله اني اخش الحارة اني ازعل
ما في حتى اللي كان في اثر عندنا القبة هدوها هذه ايام استقينا منها بالزبط انا واخوي الله يرحمه قبل الوالد قبلنا للجاب البيت لنا نطلع الزبط ونجري نملي الموية ونعيش يومنا يوم ايام راحت جميلة ايام اشتغلنا حجر وطين ايام اشتغلنا بعنا واحنا صغار البليلة وبعنا الشرش وبعنا البرشوم مع اخونا عبد الله الله يمسيه بالخير اخونا بالرضاعة عبد الله مسدود كنت اشتغل زي الصبي معاه كبرنا وايام حلوه كانت الفرحه بالدرش والدرشين الحين واحد يروح مدرسه يبقى 5 ريال الله يرحمه البركه يقول لك ما تكفين والله بالدرشين يروح المدرسه ايام حلوه وقبلها راحوا بالهلل لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينهم على زمانهم الجيل هذا الله يعينهم على زمانهم الله يكفينا ويكفينا العوام جس عن المسفل يا عم معتوب. طيب ابو عبد الله ناخذ مجسع مكه ننظم عن معتوب مكه ايش لا تشمل المسفره والحواير يا الله عليك طيب طيب اتحفنا عم معتوب الله يسلمك يقول طبعا قصيدتي انا اقول فيها اخ ركابك يا من يا من شئت مغفره بأبي قبيس واقصد ساحة الحرم وتابع السير في ذل وفي وجر وناجي رب البيت في حجر وملتزم وطب في بيت الله واسأله مكرمة يرقيك منزلة ذو الجود والكرم واسعى ما بين الصفا والمروى مرتملا وكبر المولى يا ساعي في الحرم وزمزم لا تنسى تضلع منها مرتويا بنية سبقت تشفيك من سقمي واقصد منقطعا إلي ولذ به ملاذ بالمولى الكريم لا 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 يضمي الله صلي يا ربي على الهادي وعترتي ما غردت طير البطحاء والحرم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم ما شاء الله عليك. هذه قصيدة من قصائدي أنا كتبتها وفرحان بها جدا لأنها تخص مكة ورب. نحن فرحانين بيك بحضورك عم معتوب مشرفنا ونور المكان الله يسعدك ان شاء الله خير. شكرا والله لكم الا تحت لي هذه الفرصه الجميله ان نتواصل ونشوف وجهكم الطيبه لانه العزله قطعتنا عن بعض. الله يسعدك عم معتوب يا سيد ورزقنا في رزق الحناله ورزقنا حسن الادب فيها يرزقنا حسن الادب اي والله اللهم امين امين. صدق يا دكتور هذا العميد على الحكايه انا ابوي طبعا عمر ما شاء الله في المية يعني صلى على النبي تخيل كل اسمه كان في السجود او بعد ما يغلق الصلاه تخيل بهذا السن والله اسمع يقول يا رب يرزقنا الادب في الجوال الله اكبر الله اكبر قلت له رحمه الله عليه قلت له انت بهذا السن تقول تبغى الادب في الجوال ايش تحين يقول الله اكبر الا الله يعفي عنا ويتجاوز عنا لو كلنا استشعرنا يا سيد انه الله يعني اكرمنا بجيرة بيت الله الحرام وانه وجودنا هنا مسؤولية عظيمة
يعني وجود جونا جلال الحرم والله والله مسري عظيم. صفاء يا سيدي. لا شك لا شك لا شك. الله يرزقنا حسد فيها. الله يرزقنا حسد فيها يا رب. أنه أنت مجاور مو أي شخص مو شخص عادي مو ملك ملوك ملك الملوك لازم نتأدى في هذا الجوار. ملك الملوك اصطفانا أباءنا وأجدادنا وجو هنا ونحن واصلنا المسيرة في الجلوس هنا يا أخي يا أخي لازم الأدب. لكن الله يعفي عنا الله يتجاوز ويشملنا برحمة. يا رب يا رب الله يجزاكم خير. في عم معتوق قصيدة كني سمعت منها أنا مقطع للكيتوري اللي هي مات الضمير وشيعوا جسمانه نسمعها منك ممكن؟ هذه تتناسب معلش يعني مع زماننا هذا وإحنا عايشين في هذا الدنيا. الله يسعدك إن شاء الله. أقولها يلقى بعدين أحاول أقولها مجلس. طيب يقول قصيدة طويلة بس في شيء اللي بيقال من عندي أنا ومكتوبة شيء مختصر. يقول المتقون أنا سميح الشاعر أنا زودت النميمة. هو يقول المتقون من ذنب الهوى أنا زودت المتقون من ذنب النميمة والهوى يستغفر والحظ مخبول الخطى يتعثر وأقول صبرا يا فؤادي ربما ظرف الذي عنيته أو أحببته يتغير فالناس ما عادوا كعهد محمد بل أصبحت أهواءهم تتغير ألف النفاق حولوه ستارة من خلفها أطماعهم تتستر شلل وأصحاب وأهل منافع والبعض حسب ظروفه يتآمر غير الجدير يعيش في بحبوحة ويعيش في ذل الحياة الأجدر مات الضمير وشيعوا جسمانا ما عاد في الدنيا ضمير يذكر إلا ما رحم ربي الدنيا لسه بخير وأمة محمد بخير حتى اليوم الساعة طالما فيها ناس تسعى في الخير الحمد لله أمثال والله يعطيك العافية. دحين نسمعها كيف نسمعها دحين عم طول شغل خلفية حلو ما شاء الله عند الدكتور. لا ما شاء الله هنسكم يا عمي هذا عشان تبدأ يا سيد هات الله يسعدك يا سيد السيد السيد انا كله عم اتوق قلت لنا راح سمعنا هي قصيده نفس بس بموال حلو كده المتقون من ذنب النميمه والهوى المتقون من ذنب النميمة والهوى يستغفر والحظ مخبول الخطى يتعثر وأقول صبرا صبرا يا فؤادي ربما ظرف الذي ظرف الذي عليته يتغير والناس ما عادوا كعهد محمد فالناس ما عادوا كعهد محمد بل أصبحت أهواءهم تتغير ألف النفاق ألف الأذى ألف النميمة ألف النفاق فحولوا ستارة ألف النفاق فحولوا ستارة من خلفها يا أحبتي أطماعهم تتستر الله شلل وأصحاب وأهل منافع شلل وأصحاب وأهل منافع والبعض حسب ظروفه يتآمر غير الجدير يعيش في بحبوحة ويعيش في ذل الحياة الأجدر مات الضمير ما الضمير
مات الضرير وشن يعود ثمانه ما عاد في الدنيا ما عاد في الدنيا ما عاد في الدنيا ضمير يذكر إلا من رحم ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبو عبد الله تفضل تفضل، عندك سؤال عندك شيء؟ لا 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 أنا منسجم أنا صراحة أبو عبد الله يعني أنا أتوقع إنه جميع المشاهدين اللي داخلين معنا يستنوا من عم عتوب بصراحة شيء عن الأم. الله الأم شيء غالي صراحة. الله أكبر، مين قال رحمة الله على أمواتك وأمواتك وأمواتك الجميع. الله يغفر لهم جميعا، الله يغفر لهم ويحفظ الأحياء من سبقونا ويبارك في الحاضر الموجودين من الآباء والأمهات ويرزقكم رضاهم ويرزقكم برهم إن شاء الله. الله أنا قلت حاجة ما هي لي وانتشرت لواحد فنان يقولوا له الهاجر، سمعتها قبل 30 سنة وسبحان الله في أثناء ظروف مرض والدتي كنت أقولها هي وأترمي كده على صدره وأبكي وأنت خبطني على وجهي رحمة الله عليها. رحمة اللي هي تقول الله يرحم أمواتكم وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم تقول يا صبر يا علي قربك مخالي قلبي في أمان قولي ضنايا لا مش كفاية قولي كمان قولي كمان يلي حنانك بحر يا عمر ما ينتيش مين اللي قدامك يا غالية ما ينحنيش يلي حنانك بحر يا عمر ما ينتيش مين اللي قدامك يا غالية ما ينحنيش وخليك راضية عني يا غالية طول الزمان وسامحيني يا أم يا أغلى كلمة عبر الزمان سامحيني يا أم يا أحلى كلمة في عمري اللي كان في عمري اللي كان قلبي كبير نغلط وبرضو ما تزعليش وانا في بمرة بكلمة حلوة ما ترجعيش ضحكك دوايا همسك دفايا حضنك حنان وخليك راضية عني يا غالية طول الزمان وسامحيني يا أم يا أغلى كلمة عبر الزمان سامحيني يا أم يا أحلى كلمة في عمري اللي كان في عمري اللي كان مش لاقي كلمة شكري بين كل الكلام تقدر تشيل حب اللي ليك والاحترام وخليك راضية عني يا غالية طول الزمان وسامحيني يا أم يا أغلى كلمة عبر الزمان سامحيني يا أم يا أحلى كلمة بعمري اللي كان بعمري اللي كان الله يرحمه جميعا. جزاك الله خير عم عتوق، أدمعت عيون الكثير يا عم عتوق. الله يصلحك يا إبراهيم، مالك مال الله يغفر لهم يا إخواني. ما في شيء ما في شيء عزب للأم يا أبو عبد الله. اي بس يعني من جد ما يقول المجلس هذا الا دموع كلنا يعني. الله يغفر لنا ويكسب لنا الروم احياء امين امين. انا قلت حاجه بعد وفاته، هات قصيدتي انا ولحنها ولدي برهان
لازم تشوفوا تابعوا برهان بالله في عنده قناة أكتب برهان وشوفوا هذا يوم ذاك الأسد هو بيلهمني ما شاء الله تبارك الله صلى الله عليه وسلم الله يحفظ لك الله يحفظ لك آمين جزاكم الله خير يقول يا يما فيني فينك يا يما من بعد عيني حالتنا غمة فين الليالي الحلوة الهنية من بعدك انتي غابت عليا ومن زيك انتي في الدنيا دي فين القرايب فين الحبايب من بعد عيني الكل غايب لا حد يسأل ولا حد يوصل كل في حاله كل في حاله من زيك انت في الدنيا دي في الدنيا دي انت اللي كنتي تجمعينا وين اختلفنا بتصالحينا وين يوم زمننا ميل علينا بتطبطبي وتراضي فينا ومن زيك انت في الدنيا دي يا يما فينك فينك يا يما يا نور عيني يا يما من زيك انت يا يما انت من زيك انت في الدنيا دي في الدنيا دي خلاص يا عم معتوق الله يرحم والديك خلاص طبعا معتوق نخرج من الله يساب الخير عم معتوق في عندي عم معتوق بس ابغى اقول لك حاجه الله يسعدك وابغاك تجيب لي حاجه عليها كده سياتيك حلمك من حيث لا تدري كدعوه قلتها ونسيتها فخبأها الله لك حتى يحين موعدها ذكرني عم معتوق بحاجه انا اعرف عن معتوق عن عم معتوق يا ابو عبد الله اشياء معينه فبس ابغى اعرف هل يا عم معتوق كده دعيت دعوه في يوم وربنا كده فرج همك اعطاك اشكل ما انت طلبت كل اللي احنا فيه نعم. فوق ما نستحق نعم. هو يا كرامه من كرامه المولى عز وجل وهي كرامه بدعوه الوالدين نعم. وبركه الصلاه على الحبيب اللهم صل وبركه الاستعانه واستعين وبالصبر واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين فنحن مقصرين النعم اللي احنا اللي احنا اللي احنا اللي احنا عموما نتبختر فيها والله ما هي الا منا ورحمه من رحمات المولى وتجليات المولى عز وجل على الجميع ايش كنا قالها سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال كنا اذلاء فحج عن باب الاسلام كنا فقراء فاغنانا الله ما معنى مقوله يعني مقوله مشهوره عنه باتباعك لنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وارضائك لوالدينك وهذا برضو من نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم هو مفتاح الخير كله والله كنا ما عندنا شيء انا مريت موقف قليل من يعرفون جيت في ظروف اخوي انتقل لرحمه الله كان في مرور مكه ترك لي ثلاثه اطفال الله يبارك وانا عندي كان ذيك الايام المهندس تاشي الله يحفظه اول طفل لي الله ابويا في ذيك الفتره رحمه الله عليه قال لي اخرج كنت شغال في البنك مرتبي كان ممتاز قال لي اخرج من العمل الشيوخ قالوا لي انه فلوس راتب البنك ربا يا ابويا قال لي ما تدخل عليه قرص حب وانا ماني راضي قلت له ابشر خرجت من البنك كنت اخذ ذيك الايام كلام قديم عشرات السنين حوالي 7800 يا ابويا فين انا راتب زاد قال لي ربنا يتكفل بك قلت له طيب خرجت في ذيك الفترة يصير حادث أخوي عبد الرحمن حادث على أخوي عبد الرحمن وجاء من الرياض دورة ترقية ما ترقية وأتوفى في طريق السير هو زميله الله يحفظه الله عليهم إيش سويت ثالث يوم العزاء رحت الحرم بعد ما غلق العزاء في الليل أقسم لكم بجلال الله هذا ما تم طفت عليه بالخير
وقعدت مقام ابراهيم رفعت يدي وقلت يا رب، والله زي ما احكي لكم يا جماعه الخير، قلت يا رب انا يلا اشيل نفسي. الان عندي اب وام الله يبارك في اعمارهم ذيك الفتره رحمه الله عليهم، وطفل وزوج وبعمر، واخويا توفى وعتالي ثلاثه اطفال وام. انا ايش حسوي؟ والله زي ما اقول لكم يا جماعه الخير، انا اجي ما ادعي، انا اجي اتكلم مع ربي، وصرت ابكي من غير ما اشعر، وقلت له يا رب واحده من اثنين، يا انك تاخذ عمري، يا انك تكون لي عون عشان اعدي انا ودول الايتام الى بر الامان. وابكي وابكي واقسم من الصلاه حديث دعائي. الله سبحانه وتعالى اكرمني وسع علي، وقضيت دين اخوي عبد الرحمن بعون الله سبحانه وتعالى ورحمه الوالدين رحمه الله عليهم، وسارت حكايه والحمد لله انا بخير كثير بفضله وكرمه علي وبكرامه دعاء الوالدين، لانهم كان في ارضاء في عنايتي في الايتام دوره، كنت الاقي نهر كثير، نهر يتدفق من الدعاء من الاثنين دولار رحمه الله عليهم. فالله اكرمني بكرامه دعواتهم وكرامه كفالتي للايتام هذا، والحمد لله عديت لبر الامان احمد الله واشكره. فهذه من الامنيات اللي طلبت فيها ربي قدام الكعبه وما ردني فيها. اخر في حاجات كثيره، مواقف كثيره. اخر حاجه العام الماضي ولدي عبد الرحمن الله يبارك لي فيه ويبارك في ذريته، كان حفل تخرجه في اربع يوم 18 رمضان في حصوله على الماجستير ما شاء الله تبارك الله في مكه. ايوه والله اخذتنا معك يا ريت، والله والله يا بس ما هي زي مكه، ما في زي مكه. لا شك. فاضطريت اطلع لانه فرحه، اول فرحه وافرح كذا، وامه قالت لي لاجل الله وقعدت تبكي. قلت اقول لك اتوكلنا على الله، رمضان هنا ورمضان في امريكا. والله رحت امريكا قلت يا رب انا حفتقد شيء كثير، عندي سفر رمضان بدعم من اخونا وحبيبنا رحم الله والديه اللي عقبوه اللي هو بكر بن سلمان صاحب مطاعم حراء. بسوي انا وياه الى 18 16 مسجد ما شاء الله تبارك الله. ففي الناس اللي بيشتغلوا ويساعدوني، قلت لهم انا حسيب كل شيء ترتيبه بيد الله ثم بيدكم، ولدي برهان يشرف معاكم، وابغاكم تقوموا بالشيء اللي متعودين معايا كل سنه. والله ما قصروا، في كم نفر كده معايا كل سنه جزاهم الله خير، الله يجعل ميزان حسناتهم. امين. سافرت فقلت يا رب ايش يعوضني هذا الشيء اللي انا هنا. رحت امريكا، ولدي الله يبارك فيه وداني على جامع او مسجد جمعيه دينفر. دخلت انا من النوع اللي ما شاء الله احب بأذن يعني حتى هنا، ودخلت استمع يعني طلبت منهم العذر يسمحوا لي أذن يومها في المغرب رمضان، حاطين سفر الافطار الصايمين. والله سبحان الله صاروا ياخذوا تمر وينزلوا يشوفوا مين اللي أذن، الفطور فوق والاذان اسفل وانا لوحدي اسفل. واحد نزل لي تمره ومويه كذا وقالوا له ما الصحه، قلت له أذنت؟ قلت له إيه. قال انت رجعت انا مكه؟ قلت انا من مكه بس استلموني. هذه فتح من الله سبحانه وتعالى. امام المسجد الشيخ حمدي خلاني اصلي معاهم، احيانا اصلي مغرب امهم يتباركوا في مكه ما شاء الله، ما يعفي عننا، الله ينظفنا ويطهرنا. الله سبحانه وتعالى اراد كمان فتح علي، شفتهم يجيبوا فطور من جاليات الموجوده هنود مغاربه ما ادري، قلت حطوني معكم، قالوا احنا مكتملين. نزلت فكرت قلت المويه وتو، رحت للامام الاستاذ حمدي الشيخ حمدي، قلت له الشيخ حمدي ابغى ساهم، قال لي حط فلوس في الصندوق. قلت لا ما ابغى الصندوق، ابغى اجيب شيء. قال لي اقول لك اشوف مراد التركي ووسوع مشتريات نسق معاه جيب مويه، وجبنا ما شاء الله تبارك الله كراتين مويه. خرجت برا لقيت واحد سوداني امريكي يبيع تمر، اخذت التمر يا عبد الرحمن يا ولدي نزله اسفل. سبحان الله، الله كرمني كرم وقال لي ترى انت نيتك انا اعطيتك اياه. شوف الله سبحانه وتعالى يعوض. لا لا لا، وامور كثيره والله يحصل الانسان على شكر رب سبحانه وتعالى فيها يا اخوان. بس الله يجعلنا يرزقنا الادب في الشكر، ويرزقنا الادب في الجوار، ويرزقنا الادب في معاملاتنا ان شاء الله تكون هذه النعم ما استدراج يا سيد، يعني ان شاء الله تكون نعم الله ومبشر عاجل المؤمن ولا تكون استدراج. الله يرحمنا يا رب. يا رب رايح يا سيد، هذا شيء فرايحي. طيب عم معتوب، ما اجيب لك شيء في الوطن يا سيدي. هات بس لا تسمع لابراهيم الله يرحم والديك، ترى قفل علينا كلنا يعني. برضو قصيده لي انا في الوطن.
ولحنها برضو المبدع ولدي الفنان برهان. ما شاء الله ما شاء الله. يقول أنا السعودية بلادي حاميها رب العالمين، أبلغ الحادي نادي في ربى البيت الأمين، متى السعودية تنادي نفدي ثراها أجمعين، فلتباهي يا بلادي رغم أنف الحاقدين، واملأ الدنيا نشيدا عشت فخر العالمين، عشت فخر العالمين. لاح نورك يا بلادي يا مهبط الوحي الأمين، من شمالك لجنوبك يا منار العالمين، لاح من شرقك لغربك لأبات صارمين، فلتباهي يا بلادي رغم أنف الحاقدين، واملأ الدنيا نشيدا عشت فخر العالمين، عشت فخر العالمين، عشت فخر العالمين. فاقي شيء كثير بس خليها احنا مختصره يا جماعه. خذنا بابتهالات يا سيد. خليك مبسوط يا ابراهيم، خلاص احجمدك لا تبكي. طيب ابشر، هات ابتهال يا سيد. يا ربي قد عظمت ذنوبي كثرة، الله يا رب قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت ولقد علمت ولقد علمت بأن عفوك أعظم، ولقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا عابد ورع فبمن يلود، فبمن يلود، فبمن يلوذ ويستجيب معدم، إن كان لا 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 يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ، فبمن يلوذ، فبمن يلوذ ويستجير المجرمون. مالي 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 إليك وسيلة، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، وجميل عفوك، ثم أني مسلم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة، يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة، وتوفيقا وعافية وحسن خاتمة، يا واسع الجود، يا واسع الجود والكرم، صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. خير الله يكتب أجرك ويرحم والديك. جزاكم الله خير، أكرمتوني. أنا مقصدي أبو عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، والله أنا ما أقولها كمجاملة يا عم معتوق، عم معتوق نحن نعرفه إن شاء الله من قريب،
واعرفك ابو عبد الله وانتم ما شاء الله متطوعين في الخير. الله يجزاكم. فلما تحكون عن اشياء في التطوع وفي الامور الخيريه ترى الباقيين حيستفيدوا. اي بس اللي انا معليه يعني اللي انا نبغى نسمع صوت الشذي ما نبغى المحاضرات. عم معتوق في طلب من الدكتور متعب لطيبه عرج ان بين قبابها، هذا ممكن؟ ابشر. وبعدين كل الطلبات يا ابراهيم جزاك الله يسعدك. لطيبة عرج ان بين قبابها، لطيبة عرج ان بين قبابها حبيب بأدواء القلوب عليم. إذا لم تطب في طيبة عند طيب، إذا لم تطب في طيبات عند طيب، به طابت الدنيا، به طابت الدنيا، فأين تطيب؟ الله. إذا لم يجب ربنا في حيه الدعاء، ففي أي حي للدعاء؟ يجيب. يا أهل طيبة، يا ساكني أكناف طيبة كلكم، إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. إلى القلب، من أجل الحبيب، يا ربي صلي على النبي محمد، ما غرد الطير في البطحاء، والحرم، يا سامعين صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم. أبو عبد الله عاني عندك. طيب معذور. طيب نبغى نسمع، أنا سمعت لك ما شاء الله عن الغيبة والنميمة، جميلة جدا كانت بصراحة. هذه قصيدة أنا برضو سويتها، برهان الله يحميه، وضعت اللحن كذا إن شاء الله أتذكر لحنة. اللهم صل على النبي. أنت وأنت نفسي أعرف إيش ينوبكم لما بتجيبوا في سيرتي، أنت وأنت نفسي أعرف إيش ينوبكم لما بتجيبوا في سيرتي، تنموا ليه فيا وفي غيري، تاكلوا ليه لحمي في غيبتي، الناس بتقرف من شوفتكم من سيرتكم، يا ناس ياهو زودتوا حيرتي، الناس بتقرف من شوفتكم من سيرتكم، يا ناس ياهو زودتوا حيرتي، قالوا ايه متعلمين، جاتكو خيبة ده علمي، قالوا ايه متعلمين، يا خسارة ده علمي، وتصلوا وتصوموا ده دين، ودي المعاملة ولا ايه، ادي المعاملة ولا ايه، ادي المعاملة ولا ايه، كان في زمان ناس طيبين، عرفوا مولانا بيقين، ما يجاروا هما زبنا مين، ولا كل متعدي أثيم، أقلها يعيبوا عليه، أقلها يعيبوا عليه، قالوا إيه متعلمين،
يا خسارة دايمي قالوا ايه متعلمين جاتكو خيبة دايمي وتصلوا وتصوموا دادين ادي المعاملة ولا ايه ادي المعاملة ولا ايه ادي المعاملة ولا ايه مش حسامح مهما قلتم قولي واضح ليكم انتم مش حسامح مهما قلتم قولي واضح ليكم انتم شكوتي لله منكم شكوتي لله منكم وربي راح ينصف لي منكم وربي راح ينصف لي منكم قالوا ايه متعلمين يا خسارة ده علمي ايه جاتكو خيبة ده علمي ايه جاتكو نيلة ده علمي ايه جاتكو خيبة ده علمي ايه وتصلوا وتصوموا دادين ادي المعاملة ولا ايه ادي المعاملة ولا ايه ادي المعاملة ولا ايه يا سلام يا سلام يا مطلوب والله يا صديق قربنا خلاص على نهاية الحلقة يا ابو عبد الله لا صباحي طب ناخذ شيء تفاؤل كذا اوله عم مطلوب يا دكتور شيء في التفاؤل والله انا ابغى اكون شريك نجاح اي خطوه yes. لمحيي المسفنة فيها فيها عمل تطوع الله يكرمك هذه من الاعمال التطوعيه هذا الان ابويا لا يغرك اني انا ماسك البسطون برضو في يعني على الاقل انا والله نفسي اعمل اي حاجه حي المسفنة على مستوى البلد على مستوى الصحه اي شيء الان هذا ابو شرف ابو انا ابتاعك الناس هم في منازلهم ترفيهك عنهم الترفيه ان شاء الله نقول الشرعي الطيب هذا من التطوع ادخال السرور من افضل الاعمال عند الله ادخال السرور لكل المؤمن فلا جبنا لنا القصائد الحزينه خلينا الان في طلبين يعني في واحد عن ابا مقطع من ام كلثوم والثاني كم من لطف خفي فهات واحده فيهم والله مقطع في خفي سيدي في أغنية أم كلثوم حورت كلامها اللي هي حبي إيه حبي أنا حورت كلامها لواحد عفى الله عنه عفى الله عنه عفى الله عنه الله. قال أمه رماها بدار العجزة قصة طويلة لا حول ولا قوة أنا وشيبك يا سيد أسمع لا أم كلثوم برضو طيب. ودعا تخالج في نفسي قمت برضو الله يطرح فيه البركة قال لي أبوي ركب اللحن حق أم حبي إيه فقلت بري ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف اصلا معنى البري ايه بري ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف اصلا معنى البري ايه جاي تتكلم عليه ولو تعيد وتزيد لي فيه بري ايه 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 بري ايه 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 بري ايه اللي انت جاي يتقول عليه انت ما بينك وبين البر دنيا 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 ما طولها ولا حتى في خيالك أما نفس البر عندي حاجة تانية تانية حاجة أغلى من حياتي ومن شبابك أنت ما بينك وبين للبر دنيا 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 ما طولها ولا حتى في خيالك أما معنى البر عندي حاجة تانية تانية حاجة أغلى من حياتي ومن شبابك
انت فين والبر فين؟ ظلموا ليه يا اخي معاك؟ ده انت لو بريت يومين كان الهي خلت ملاك. انت فين والبر فين؟ ظلموا ليه يا اخي معاك؟ ده انت لو بريت يومين كان الهي خلك ملاك. ليه بتتجرى كده على البر؟ ليه بتتجرى كده على البر؟ ليه انت عارف اصلا معنى البر ايه؟ بر ايه 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 بر ايه ايه بر ايه اللي انت جاي تحكي عليه؟ شكرا. الله يعطيك العافيه. الله يديك العافيه بالصحه ابو عبد الله. رجعنا للام برضو. شد يا ابو هاشم سيدي فيك كمان ولا ها تريح؟ لا ما عندك مشكله ان شاء الله. ما شاء الله قلبا. طيب. وقلبا. بس اقول لك انا ابغى ارجع كده اخرج زي لما كنت زمان. واذا ابغى ارجع كده اخرج انا متعود يعني من فضل الله سبحانه ان شاء الله يفرجها. ربنا يفرجها ربنا يفرجها. نقوم بالاعمال التطوعيه معاكم، نقف في الصف واحد وندعمكم معنويا وجسديا والى اخره. الله يكرمك. احتسب يا عم عتوق انت معنا ان شاء الله. احتسب. طيب في طلب من اول بعدين نرجع لحبيبنا وعضو اللجنه الاعلاميه في المركز النشط عمران حمزه. بس اعطيني قبل الله من نطف خبيب مطلوب عده مرات. والله ما استحضرها الان معليش يا اخواني سامحوني. يا خلاص السب له احكام. يبغالك تجديد شباب يا ابو هاشم. انت بالك يبغى من جد الحين يقولوا في خلايا جذعيه في كورونا ما ادري كورونا يسموها البلد اوكرانيا يقولوا زراعة سفر في امريكا والله خربتك هذه. لا لا اوكرانيا الحين انت خوش على التواصل حتى في افريقيا. حتى في افريقيا فيه والله خلايا جذعيه كله فيه. نطلع انا وانت نرجع شباب. طيب معانا حبيبنا وحبيبك عمران حمزه عضو اللجنه الاعلاميه وما شاء الله توقد نشاطا. تفضل يا ابو مريم. تفضل يا مريم. السلام عليكم. الله يحفظك ويبارك فيك يا ابو عبد الله. الله يسعد مساك يا عم معتوق ويسعد مساء الجميع. كيف حالك؟ تفضل الله ربي يكرمك. سلمك حبيبي سلم عمرك. الله يحفظك. لنا كثير من حبايب السيسين اللي دحين ناشئين وطالعين في الايام هذه ما شاء الله. تنصح الجسيسين الطين دحين في الايام هذه بايش حتى يكونوا موهبه زيك ويوصلوا للقدر اللي انت وصلت له؟ يا ابوي انا مجتهد والله العظيم، بس اللي اسمعهم ما شاء الله تبارك الله كلهم عندهم رحلات ممتازه عندهم ما شاء الله تبارك الله شباب الله يعطيهم العافيه. والله ما 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 افضل احد عن احد، بس عندك ما شاء الله زي فيصل هشام اللي معاه، عندك صالح حبكر ما شاء الله ترى جيدين عيال مكه عندهم عطاء ممتاز. هنستضيف فيصل لبان اللي حاضر الاسبوع الجاي ان شاء الله. ها هنستضيف فيصل لبان ان شاء الله. حبيبي حبيبي ونعم والله ونعومك به والله ونعومك والله. كلهم اخوي عمران ترى كلهم ما شاء الله، بس يبغالهم يعني برضو يشتغلوا على انفسهم لانه الباب مجال مفتوح قدامهم. وبعدين ما شاء الله كان فاتح خط وهذا السوشيال ميديا على قولهم يوصلهم بيوصل اصواتهم لجميع اطياف المجتمع. والله ما شاء الله اسس او اساس للمجسات في اسس كده يتبعوها مثلا. أيوة. للمجسات حفظ المقامات ابو مريم. وبعدين ما شاء الله يجيد وعندك مجلس عباره عن اللي هو انا تقريبا قعدت معاهم قبل فتره في حفل كذا كان اللي هو المقام هو المقام موجود هنا وفي اي بلد، بس عندنا يتميز في مكة إنه في الزخم المكاوي اللي هو الهانك الحجازي هذا اللي كده يعمل يعني في نوع من الحارة كده والاعتزاز زي لما يقول مثلا يا ليل يا ليل هذا اللي هو موال، لكن تقول بالشغلة شغلة مجلس وتراث وفلكلور حجازي تقوم تدخل فيه الهانك الحجازي الاعتزاز بالحارة كده ومكة
يا ليلال شوف فيها ايش فيها فيها شويه جعره ما يابا ايوه الهم هذا نعم يا ليلال يا لا الله الله اشوف الجواب اشوف لما يستمعك المتلقي يستمع يقوم يتحرك شيء من جوا يخليه يرد يرد لك الاول جواب يا ليلى ولالي يا لالي يا ولال يا لال يا لالي لا 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 يا لال يا لال يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا لالي يا الله يا ابو مريم الهند نعم يعني بس امتاز المقام عندنا بإضافة الهنك واللون الحجازي المكي الله لا يخرجنا من مكة ولا يحرمنا من ترابها وثراها في قصيدة عندي برضو أسمعك هي لمكة اللحن تراثي قديم من الديانات القديمة القصيدة تقول يطيب والموت طويلة بس أنا حاخد شيء بسيط منها قلته في قصر خالد الفيصل بنفس الصيغة دي في جدة كنت عنده كنا عشاء ومش عارف مع الدكتور حسن سلطان بصفر وهو سجل المقطع ده قلت يا طيب المبتلى فيك يا راما ويهنأ عيش من فيك أقاما تجود وما يجود سوى كريم ويأمن خائف فيك مضاما وصلي يا إلهي على المشفع عدد من صام لله وقاما لعمري جوارك نعم الجوار يعز الجار فيك ما استقاما ويندب حظه من عاق فيك وينفيه الثراء ما استدام وصلي يا إلهي على المشفع عدد من صام لله وقام ثراك قدس الله ثراك فبتي قبلة الدنيا لزاما حباك الله قادرا واصطفاك لنور الحق يا ما هو الغرام وصلي يا إلهي على المشفع عدد من صام لله وقام الله تبارك الله اللهم صل على محمد الله يحفظه بركه لبس الكلام على اللحن القديم يمكن له اكثر من 100 سنه اللحن ده تراثي قديم وهذه الالحان المكيه القديمه التراثيه الحجازيه شوف كيف فيها زخم جميل ولا لا يا جماعه الخير اكيد اكيد ما تكسر الدانات كده فيها زخم مكي حجازي اصيل الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه يا عم معتوق جزاك الله خير بارك الله فيك تسلم يا ابو عم معتوق المجس المجس عندنا هنا في مكه وفي المدينه ايش الفرق بين المجس حق المدينه وحق مكه هل هو واحد تقريبا البيئه واحده مكه ما لهم مدينة. اختلاف عن كان تقريبا واحد والله هناك في ناس حلوين يعني صالح عمر اظن برضه استاذ ما شاء الله تبارك الله حتى في شباب يروحوا ياخذوا عنده دورات في المقامات جميل رجل جميل جدا قعدت معه عدة مرات تشرفت الجلوس معه رجل في في كثير في والله كثير حتى انا اروح هناك احيانا اطلع يطلبوني هناك اطلع ملكات ملك يعني حق الجيران شبكه والاقي من الحلوين الشباب ما شاء الله عندهم رحلات جميله وممكن يؤدوا اداء متميز خصوصا الشباب الرك كله على الشباب والله المفروض يعني تعمل لهم فصول لتطوير الحاجه اللي عندهم طور نفسه يعني انا ما ابغاها فقط عادره لا ابغاها تتاصل يعني محبه في الشيء هو بالشيء مو عشان بس مصلحه لا كده يعني تقول ايه مش ماني ما ادري عبر معايا دكتور لا الله يجزيك خير هو المشكله يعني الان زي ما قال ابو مريم كثير يطلع الان جسيس والله ما في راسه
يعني أمي بس عشان ياخذ 50 200 300 ايش ما يكون. وهذا اساءوا لكم قبل اسئله انا يعني اللي نعرفه ابو خشبه الابلاتين الناس القدام اللي فعلا الله, الله عليهم كلهم دول اللي فعلا تسمعنا ابتهالات تخشع يعني. ونبغى ابتهال الان ما جبنا ابتهال واحد حلو اعطينا خلينا نخش. صلوا على الحبيب. اللهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الهي طيب. الهي لا تعذبني فاني إلهي لا تعذبني فأني مقر بالذي قد كان مني فمالي حيلة إلا رجائي لعفوك يا كريم. إن عفوت وحسن ظني وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني أذوب بزهرة الدنيا فتونا وأقطع طول عمري بالتمني ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني يظن الناس بي خيرا وإن لشر الخلق إن لم تعف عني يا كريم. يا رب حب المصطفى بلغنا مقاصدنا واصلح إلهي أبناءنا وبناتنا واصلح سرائرنا ورد ضالنا واشفي إلهي أسقامنا وارحم إلهي أمواتنا واحسن خواتمنا واغفر لنا جمعا ما قد مضى يا واسع الجود والكرم يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابو ابراهيم في اخونا بكر القارب من اول قال اذا يبغى مداخله. اخونا بكر ما زلت تبغى مداخله؟ المايك عندك. ايوه دكتور السلام عليكم. السلام. عليكم السلام تفضل. تفضل المايك معك. مساء الخير للجميع. ادخل كوالي. يا عم معتوك كيف حالك؟ حياك يا هلا وسهلا. حيا الله ابو قادر حياك الله. يا سيدي. سيدي انا عندي بعض الاسئله خلينا ابعد شويه عن المجسات مع اني مالي في حاجه كده. خلينا نخش في 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 الصوت. عندي سؤال هنا. الصوت الجميل عم معتوق مقترن بالنفس الجميله يعني بالنفوس الحلوه الجميله. واضح السؤال؟ تحليلك حلو ان شاء الله تقريبا يمكن بس مو شرط يعني بالنفوس مو بالشكل يعني. لا بالنفوس انا اتكلم عن النفوس. والله احتمال يكون انعكاس مرتاح نفسيا ممكن يؤدي اداء ممتاز
نعم ممكن. النفس لها علاقة يعني؟ جدا، لأنه شوف سبحان الله، أنا أطلع يعني أحيانا قلت لك ملكات أو قران يعني في جدة في مكة، والله سبحان الله ما أدري هي من الله، أحيانا ألاقي نفسي أبدعت ووفيت، وحالة قلت ما 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 أدت الشيء الطيب سبحان الله. هذه بيصلنا كلنا، عشان كده سألت السؤال هذا فعلا. بالضبط هذا اللي بيحصل معايا والله، حتى أستاء أزعل من نفسي والله إني أنا ليش صحيح. ما قدمت الشيء اللي أنا متعود عليه، وأحيانا مع نفسي أقدم شيء أحسن ما أكون على التواصل مع كذا مع الناس وحاجة كذا، فما أدري ليه لا أخاف أكون خبص، بالله يسامحوني يا جماعة. الله يسعدك معكم ماجد. أسيبي. طيب السؤال اللي بعده عن معتوق، الواحد كيف يحافظ على صوته؟ يعني أحيانا ممكن واحد يقول الصوت لعمر معين مثلا زي لعيبة كرة القدم، هل في عمر معين أو حد معين للصوت برأيك؟ كده كده يا أستاذ، ويا أنت يا رجل إعلامي ما شاء الله تبارك الله لك مكانتك في الساحة الإعلامية وفي الإلقاء متميز، وعندك كتاب في الخطب ما شاء الله عليك، متابع ما شاء الله عليك، ما يحتاج دكتور عبد القادر ما شاء الله من الشباب المتميزين الله يحفظهم. نعم، واستقطبنا فضل الله معانا في المركز يقدم معانا برامج ما شاء الله تبارك الله، من المركز ما يحتاج ولد المركز صحيح، ونعم بكم كلكم. طبعا مع يعني كبر السن الحبال الصوتية تتعب، النفس يضيق، خصوصا لما الواحد يعني يدخن وحاجة زي كده ومعسل ومدري إيه، وبعدين النوم المبكر له دور، الراحة النفسية لها دور، أمور كثيرة تتدخل في هذه الأمور. إلا أم كلثوم، في بنات زودت عندها ما شاء الله الراحة والصلاة على النبي رحمة الله عليه. بس أنا أشوف إنه الواحد كل ما يعني أنت معتوق كل ما له صوتك بيحلى وأكثر. ما شاء الله. أنا خالف الرؤية هذه، الواحد كل ما يكبر صوته بيضعف. والله بتحصل، بس برضو يعني في عوامل برضو ثم تردون لابد من عمر، يعني كل ما كبر الإنسان ما يعني أنا الحين غير قبل 20 سنة، لا شك أنا قبل غير 30 سنة لما كنت أقول ما شاء الله أرفع الصلاة على النبي، ما الآن ماني زي أول، حتى في الأذان بلاحظ نفسي لما أنا أذن ماني زي أول، صوتي له خلاص حد معين، صرت أحترم نفسي زي ما يقولوا، ما عاد أحاول أعمل فيها أبضاي زي ما زمان، وعايزنا نرجع زي زمان. نرجع يا زمان. طيب رسالتك يا عم معتوق لأصحاب الأصوات الجميلة كيف ممكن يستغلوها؟ والله أول شيء يوظفوا قدراتهم هذه، والله أنا أقول معليش ماني متحيز ولا حاجة، أقول لك لما أقول بالصلاة على الحبيب الناس تهرج يقول لك هذا صوفي، والله العظيم ما أقدر أكون صوفي ولا حد فينا يقدر، عارف ايش يعني كلمه صوفي؟ ترى كلمه كبيره، الا تشوفوه خزعبلات هذه اللي تصير والمدري شكله في الدول العربيه الله يصلحهم، هذا مو تصوف، هذه همبكه. التصوف يعني الصفاء، يعني الزهد، يعني النقاء، مين فينا بلغ هذه المنزله؟ بس انا اقول الحبايب اللي عندهم ربي اداهم مكنه الصوف هذه يوظفوها في الابتهالات في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، انما من البيان للسحر، حتى ما الصوت الجميل سحر، احيانا ما تسمع اذان المؤذن قلبك يرق تبغى توصل المسجد بسرعه، معليش سامحوني يعني الصوت الجميل في الاذان في الالقاء كذا له فعل. لا يا سي دكتور لا صحيح، حتى اندى صوتا الاصل في الاذان من هو اندى صوتا، يعني هي كده سبحان الله، القلب يخشع هذا سماع الأذان، والله قلبك كذا يرفرف سبحان الله، تقوم تخرج غصب عنك تروح المسجد أو الحرم أو المكان اللي فيه الأذان هذا، صحيح. ووظفوا هذه الأمور برضو واحتسبوها عند الله. أشكرك يا عم معتوق على سعة صدرك، وأنا دائما أقول يا عم معتوق عند صوتك تقف الأصوات، الله يديك العافية، لا أنت كذا حتكره خلق الله فيه، تكفى يا أبو. أنا أعود من طرف حزمة يا سيدي. جميل جميل عم معتوق، الله يديك العافية كل وقت ما شاء الله عليك، الله يسعدك إن شاء الله، يبارك فيك. أنا مع السيدة سيد السيدة، أبغى أسميك أخوي الولدي برهان من كلماتي والحان دحين طيب. أنا مرة تشرد عن السيدة وراك لا أرجع للسيدة أبشر. طيب رايات صباحي كلماتي أنا كتبتها لموقف معين حصل كده، ولدي برهان نفذها في اليوتيوب نازل في قناته، يحفظك يحفظه إن شاء الله آمين. يقول في عيونك شك
ونظرة حزينة وابتسامة خوف من دنيا عديمة. لا 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 في عيونك شك ونظرة حزينة وابتسامة خوف من دنيا عديمة. لا 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 في عيونك أنا 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 جل ابتسام في عيوني صم وفي أحلى كلام الوفاء يا دنيا عديم في دنيتي بالرضا والخوف والنفس الدنيا في عيونك بحر كرررم توهني سنين في عيونك شواطي مهجورة وحنين في عيونك بحر كرررم توهني سنين في عيونك شواطي مهجورة وحنين الوفاء يا دنيا عديم في دنيتي بالرضا والخوف وبالنفس الدنيا في عيونك شك. سلام الله الله يا عمتي الله نزلها نزلها بآلات كده وموسيقى بالله اسمعوها اسمعوها ما شاء الله عليك تسلم هيا خش خش انا السيدة هات وراك وراك لازم لازم يا معتوه خلاص الله جلك لازم لازم حاجة حافظها عشان لا أي شيء أي شيء هات مقطع بسيط ما تصبرنيش بيقول وكلام معسول وهول أنا يا مصبرت لزمن زمان على نار وعذاب وبرار أنا يا مصبورتي زمان زمان على نار ومقار وقرار وعين غلطة ومش حتعود ولو الشوق موجود وحنين إليك موجود إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. طيب الله 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 الواحد يقول هل من وقت لشيء من مديح النبوي؟ مدح ما طلبه يبغى مديح نبوي من المدايح النبوية بس إلا ضمن المحدودة ما نبغى التجاوز فيها يعني أنا ما عندي تجاوز أنا ما حبيت يعني أنا ما عندي الغلوب مرة ترى حتى كثير زعلوا تمام تمام أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك ردوا معي أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب يا مسك ويا طيب سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك يا عون الغريب يا مسك ويا طيب يا عون الغريب غريب يا مسك ويا طيب سلام عليك
سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك فزت بالتهجيد سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك فزت بالتهجيد سلام عليك يا عون الغريب يا مسكي ويا طيبي ويا عون الغريب يا مسكين ويا طيب سلام عليك سلام عليك أمن وسلام سلام عليك من رب رحيم سلام عليك من رب كريم سلام عليك يا عون الغريب يا مسكي ويا طيب ويا عون الغريب ويا مسكي ويا طيب سلام عليك سلام عليك سلام عليك الله 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 عم عتوق ترى في واحد كاتب في الشات كفايه عم عتوق يعني يقول لك والله بكيت انا الله يبارك فيك فعلا الله يجزاك بالخير كتب الله اجرك وابو عبد الله ترى شرفنا على النهايه ما شاء الله زدنا على الحلقه 20 دقيقه وتعبنا عم عتوق لا ابدا في الاب يا هو انا اب وانت اب وهذا يا أب. طيب عم عتوق الله يسعدك اخذنا على الامه ناخذ على الاب كلهم ان شاء الله بدون بركه حقا غير مغير ما عارف الله يرحم والديك لا لا ما في ابوك لا ما في ابوك اي هاي الله لا يبكي لكم عين امين 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 اللهم امين كلماتي برضو الحان المحفوظ المبدع حقي برهان الله يحفظ لك هو يحفظكم لبعض يا رب يا ابويا انت من زيك انت يا ابويا انت من زيك انت يا نور عيني وكل اللي لي في الدنيا دي في الدنيا دي أفديك بروحي يا بلسم جروحي أفديك بروحي يا بلسم جروحي وبكل شيء في الدنيا دي في الدنيا دي سامحني ياللي دايم تملي سامحني ياللي دايم تملي تتعب من أجلي سندي ويا ظلي عطفك علي عطفك علي أفديك بروحي يا بلسم جروحي أفديك بروحي يا بلسم جروحي وبكل شيء في الدنيا دي في الدنيا دي سامحنا يا أبا بدونك غلابة سامحنا يا أبا بدونك غلابة في كل شيء قصرنا فيه أطفن علي من لينا غيرك عايشين في خيرك من لينا غيرك عايشين في خيرك الله يجيرك من كل شر يابا في الدنيا دي أفديك بروحي يا بلسم جروحي أفديك بروحي يا بلسم جروحي وبكل شيء في الدنيا دي في الدنيا دي الله يديك الصحة والعافية أما تقول أبو عبد الله أدينا حاجة يا الأب برضو أنا أب زيكم الله يجزاك الله يعطيك الله يجزاك الخير مدح على دع طرف طرق الغي عندك أيوة أيوة هات
دع طرق الغي الدنيا في الكل يفنى والله حي. دع طرق الغي الدنيا في الكل يفنى والباقي حي. والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود. فقم ونادي يا ودود يا ودود يا خالقا لكل شيء. دع طرق الغي الدنيا في الكل يفنى والباقي حي. يا ويح قلبي ما استتاب مما جناته يد الشباب. يا ويلتي يوم الحساب من نقيم يحصي علي. يا ويح قلبي ما استتاب مما جناته يد الشباب. يا ويلتي يوم الحساب من ناقم يحصي علي. دع طرق الغي الدنيا في الكل يفنى والباقي حي. سلم وصلي وسلم يا سلام على النبي بدر التمام. صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام. صلي وسلم يا سلام ما حنا مشتاق لمي. دع طرق الغي الدنيا في الكل يفنى والله حي. الله 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 يجزاك بالخير عم عمتوك. الله يجزاك بالخير. واحدة أبغى أشارك فيها. تفضل يا اخي. انت والدكتور ليش ما تردوا معي؟ لا لانه والله لا صوتي يجمل ولا صوتي يجمل. خلينا ساكتين احسن يا عمتوك. يا دكتور يا دكتور يا سعادة العميد لما تتحد الاصوات انت والاستاذ ابراهيم تسوي شيء. ايجاب لايجاب. والله انا صوتي احسن صوت ابراهيم. خليه بس خليه بعيد. ابو هاشم ابو هاشم والله نخرب لك الاداء. خليك لوحدك احسن. يا شيخ في قوة البركة صلى على النبي. الله يسعدك ان شاء الله. الله يسعدك. هات ما نبغاش على الوحدة كمان. لا نختم بالوحدة حبيبتي. ماشي بنور الله ماشي وماشي بفضل الله ماشي. ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب يا رب تبقى لي حصني وجاه. زدني بحبك حب يا رب وبارك لي في عيالي وفي صحتي ومالي. وبارك لي في عيالي يا عيالي. لا 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 ومالي وفي كل أعمالي أسعى لما ترضى وماشي ماشي ماشي بنور الله وماشي بفضل الله ماشي بلطف الله ماشي وماشي بستر الله ماشي. منك يا رب الهدى والأدعية مني يا رب ملي عنك غنى وانت في غنى عني يا رب. نورك لروحي دليل
والحب لي السبيل نورك لروحي دليل والحب لي السبيل والعمر شمس تميل للي قصد مولاه وماشي ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي ماشي بنطف الله ماشي ماشي بفضل الله ماشي ماشي بنور الله ماشي أستغفرك وأتوب أتوب أتوب من كل عصياني يا رب يا ما غفرت ذنوب يا رب ترعاني يا رب أستغفرك وأتوب أتوب أتوب من كل عصياني يا رب يا ما غفرت ذنوب يا رب ترعاني يا رب في رحمتك آية ومحبة وهداية في رحمتك آية ومحبة وهداية وفي كل شيء آياتي قل تعالى الله وماشي ماشي ماشي بنور الله ماشي بفضل الله ماشي بنور الله ماشي وماشي بلطف الله ماشي وماشي بحب الله ماشي وصلوا على رسول الله ماشي اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مسك الخير يا ابو عبد الله عندك وحداوي طيب 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 ليس تحال ليس يعني عنصريه لمكه بس مكه يعني ما عليه لا الوحده خيان نعم لا للتعصب زي زمان نعم. يا نادي الوحده دامت لك الفرحه يا نادي الوحده دامت لك الفرحه ليت النوادي تنول افراح نادينا افراح نادينا غرد يا حادينا واصطح في نادينا غرد يا حادينا واصطح في نادينا في الوحدة في فرسان يرسون علمينا إن شاء الله يرسون علمينا بالوحدة في فرسان بيعيد يصولوا في الميدان في الوحدة في فرسان بيصولوا في الميدان ويعيدوا للأدهان عهد مضى له زمان عهد مضى له زمان يا نادي الوحدة دامت لك الفرحة ليت النوادي تنول أفراح نادينا أفراح نادينا الله 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 يا معتوق الله يديك الصحة والعافية هذا طبعا اللحن من أغنية أم بعاوية مو ألحان ولد من تراث طيب أبو عبد الله أبو عبد الله بدنا نختم كده بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليك يا حبيب الله محمد السهرة ممتعة و وأبو هاشم تعلم معتوق الله رغم والله صحيح يعني الآن إبراهيم الهندي اللي مقدم اللقاء من 6 صباح في الميدان وزع يمكن على 5 مرات 300 سلة غذائية 400 وجبة ساخنة 200 وجبة ساخنة 100 لحم القصد
وليس مننا، من أهل الخير. نعم نعم نعم. رجل في الميدان، في الميدان من الصبح، والآن مرهق برسلي الخاص قال لي تعوان فكني وأنا ماني فاكو. أبو هاشم كلنا والله، حتى أنا مرهق والله. أنت تعبت كم مرة؟ ورسلي الخاص قال لي تعبت وجبت قهوة، أشرب قهوة. جلسة ممتعة بس ما نبغى نرهق ولا نرهق أنفسنا. الله يجزيك خير ويكتب أجرك وأجر أنا ويجعل ما قدمنا خالص الوجه من باب الترفيه البريء إن شاء الله، من باب الدخال سورة إلى قلب المؤمن. الأزمة هذه نحتاج التنويع، نحتاج نقرب من بعض، نقرب من الله يا رب يا رب. شوف الأمة ونسمع لوات أمرنا في الابتعاد، في الطاعة، في يعني في الوقاية، في الأمورات كلها، عشان لا تطول الأزمة إن شاء الله. حريصين والله، هم حريصين على 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 الشعب السعوديين كلهم، أجنبي سعودي متخلف مقيم، حريصين على الكل. الله إن شاء الله يسند يمدهم بسند ومدد من عنده إن شاء الله. آمين آمين آمين. بركة الصلاح حبيب، ومن أرادنا وأرادهم بسوء الله يجعل كيده في نحره وتدميره في تدميره. اللهم آمين. اللهم اكفنا هم ويكفينا السوء أهله بما شاء وكيف شاءنا على كل شيء قدير. نحن قيادتنا الجميع أحبابك. آمين. أختم لنا يا عم معتوق. آمين. صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب بأدواء القلوب عليم. أقول لكم نخرج أحسن على طيبة، يلا الروح ونداوي قلب المجروح. على طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح، ونشاهد تلك الحجرات يا حبيب الروح. على طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح، على طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح، ونشاهد تلك الحجرات يا حبيب الروح. يا طيبة محلاكي كل الورى يهواكي، يا طيبة محلاكي كل الورى يهواكي، عم الدنيا سناكي فيك حبيب الروح. على طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح، ونشاهد تلك الحجرات يا حبيب الروح. الله يكشف الغم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في البيت العتيق، وزور حبيبي المصطفى وصلي بالروض الشريف. آمين. الله يكشف هذه الغمة عنا يا رب يا رب يا آمين. الله يكشفها الله يكشفها. يقول لك ما ينزل البلاء والعقاب إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بالاستغفار. الله أكبر. نستغفر ونستعين، وقال ربه واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة. نستعين بالذكر، نستعين بالصلاة على الحبيب محمد. ندعو الله مبتهلين في سجودنا إن الله يكشف الأمة عننا وعن سائر الأمة وعن العالم بأسره. ومن أراد في سوء الله يجعل كده في نحر لوحده إن شاء الله ما يعذبنا لا في ذنوبنا ولا في ما فعل السفهاء. اللهم آمين. الله لا يظيمنا ولا يظيمك. كفرت المجلس يا ابو خليل وختم. طيب الله يجزاك بالخير. الله يجزاك بالخير يا ابو هاشم. وفي الختام لا يسعنا الا ان نقدم الشكر الجزيل للعم والاب الغالي على قلوبنا الجميع، عم معتوق. الله يجزاك كل خير حبيب حبيب الجميع. وشكرا من القلب للحضور، لجميع الحضور. الله يجزاكم بالخير ورحم الله والديكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. شكرا لكم وجزاكم الله عنا الخير. معتوق هذه شهادة شكر رمزية لا تسوي شيء في جهودك. استغفر والله يا ابوي، انا ترى غصبا عنكم منكم فيكم. لا شك لا شك. وانا افتخر بذلك يعني على فكرة يا سيدي. انا افتخر نفسي على مكة وعلى مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله. انا في جميع المراكز لا اتوانى عن تقديم اي شيء من اجل مكة. لا شك لا شك والله العظيم. وبعدين الواحد سبحان الله والله اجد متعه والله اجد متعه اني انا اقدم حاجه وادخل فيها السرور، وهذا مبدا. عشان كذا اطلقوا علي كلام لقب قاصد كريم. والله يجعلنا قاصدين الكريم. افضل الاعمال ادخال السرعه قبل المؤمن يا ابو هاشم، افضل الاعمال. وانا اقول كذا الحين مصطفى يقول كذا. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا. الله يجعلنا كذلك وانتم كذلك.
ان شاء الله. يعطيكم العافيه ابيض الله وجهك وياكم على اللقاء كانم تصبح الجميع على خير. يعطيكم العافيه ان شاء الله. شكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسعدك. اللي باكم اللقاء حيكون مشجع على اليوتيوب ونازل ان شاء الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه والجميع يبلغوك تحياتهم يا ابو هاشم في في الكتابه تعبونا اذا دقنا عليهم ولا ما قصر تعبناهم ولا دخلنا عليهم. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك ابو هاشم. الله يسعدك ان شاء الله. دنيا لكم جميعا. شكرا للحبايب كلهم الجميع من ارادني وذكرني بخير. الله يجزاه خير ويكفي ويكفي شر السوء اهله. اللهم امين. اللهم امين. شكرا استودعناكم عند الله حبيبي. في حفظ الله يا معتوب. الله معكم. مع السلامة. مع السلامة. المهندس المهندس عبد الله فلاته حبيبنا. الله يجزاك بخير. يلا مع السلامة.